السلام عليكم أصدقائي، معكم محمد من قناة تاون ميد. رئيس إكس بوكس يحسم أمر كول أوف ديوتي على منصة بلاي ستيشن. سمعنا خلال الشهر الماضي أن منذ بداية صفقة الأضخم وهي استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن الكثير عن المصير كول أوف ديوتي، حيث لا يعد عنوان الأضخم لدى أكتيفيجن فحسب، بل أنه من أضخم العناوين في الصناعة برمتها. والواضح أن رئيس إكس بوكس فيل سبنسر قد سئم حيال هذا السؤال المتكرر، وفي مقابلة أخيرة حسم سبنسر الجدل حول مستقبل كول أوف ديوتي على منصة بلاي ستيشن بشكل نهائي، حيث نرى بعض الواقعية في حديثه بقول لا يوجد عقد يقول إلى الأبد. هذا يعني عدم تواجد لعبة كول أوف ديوتي إلى الأبد على منصة بلاي ستيشن. هذا القول لا يكون أي وعود قتمها فيه سبنسر حيال كول أوف ديوتي، لأنه قال مسبقا أن اللعبة ستتواجد لعدة سنوات على منصة بعد صفقة تسويقية حالية التي أبرمتها سوني مع أكتيفيجن، حيث يشير هذا إلى احترام مايكروسوفت لأي صفقة أو اتفاقية حالية قائمة بين أكتيفيجن، بليزرد أو أي طرف آخر. بالمقابل اعترضت سوني على الصفقة، قالت أنها غير ملائمة وتعتبر شكل من أشكال الاحتكار، وافقت بعض المنظمات على الصفقة، لكن تبقى الأزمة متواجدة في أوروبا تجاه هذه الصفقة وغيرها من المنظمات. الصفقة تواجه تحقيقات مستمرة في أوروبا، لكن كوتيك رئيس اكتيفيجن لا يزال واثقا تماما بانتهاء الصفقة حسب توقعاته في السنة المالية الحالية خلال شهر يونيو لعام 2023، أي خلال 8 أشهر من الآن بحد الأقصى. ومن يعلم، يمكن أن نرى صفقة تتحقق قبل يونيو أو قبل أي شهر. كما ترون يا أصدقائي هذه نهاية هذا الفيديو، فلا تنسى الضغط على زر لايك وسبسكرايب. نراك في فيديو جديد إن شاء الله.